بمناسبة السنة الأمازيغية 1967. هذه السنة طبعا تنطلق من جذور ذات أبعاد اقتصادية وعلى وجه الخصوص في الجانب الفلاحي، على اعتبار أن الفلاح في المغرب، في البادية المغربية ككل بصفة عامة، يعتبرون الاحتفال بالسنة تفاؤلا بالعطاء والخير، وهو ما يجعل أنه الاحتفال يكتسي طابع ذو عادات وتقاليد معروفة لا في شمال المغرب ولا في جنوبه، خاصة يعني الطبق ديال العصيدة الدالة على الخصب والدالة على العطاء، وطلب كأن الفلاحة وكأني بالفلاحة يطلبون الله تعالى أن يسقيهم غيثا وأن يمطر عليهم بطبيعة الحال أمطارا من السماء ليكون الخزب ويزداد. وضمن هذه التقاليد هناك أشعار تقال ضمن هذه بهذه المناسبة، وهذا احتفالات بالأطفال وبمختلف الأجيال. وبالمناسبة كنقول لكل المغاربة سبوا سمين وأمغناس واللي هنا بالخير. السنة الأمازيغية كنحتفلوا بها كل عام، هي من زعما من عندها تقاليد ديالها وعندها عادات، وكل عام يعني ضروري نديروا هاد العادات ديالها، بحال الأكلات ديالها، بحال بزاف الأكلات، بحال تقولها كنديروها، و يعني ضروري إلا ما احتفلت بها راه كيدوز العام هكاك. وكنتمنى لكم أسبقى سنباركي أمينو لكل شيء لكاع المسلمين. أسبقى سنباركي أسبقى سمينو، وحنا اليوم هو الاحتفال، اليوم هو رأس السنة ديالنا، ديال رأس السنة ديال الأمازيغ عامة المغرب كامل. وكنتمنى اليوم الاحتفال يكون زوين ومهم، ويكون بمناسبة الاحتفال ديال رأس السنة الأمازيغ كنديروا العدد ديالنا فهمتي ملي كتجمع العائلة، وتما كنديروا تاكولا كسكسو وفهمتي الحلويات وداكشي ديال على حسب رأس السنة. وكنتمنى كاع سميتو، وخصوصا واحد الحاجة كنتمنى من السياسة دير لنا حتى حنا عطلة ديالنا بحال رأس السنة ديال النصارى وداكشي عيد الميلاد ديال سميتو، كنتمنى حتى حنا يديروا لنا حتى حنا عطلة ديالنا. غدا الجمعة إن شاء الله عيد الأمازيغ، وخاص كلشي نحتفلوا به. غدا كنديروا بالليل العصيدة، وكنديروا في عدن ديال التمر اللي لقاه كيتسمى كنقولوا ليه بشلحة أساجي ولا ما عرفتش. المهم بالنسبة لغدا خاص نحتفلوا به ضروري كلباس تقليدي وكلة تقليدية، داكشي علاش كنقول لكم أسبقى سنباركي لكاع الأمازيغ. وأسبقى سنباركي، كل عام بخير وعلى خير إن شاء الله. بمناسبة رأس السنة الأمازيغية، سنة سعيدة للجميع، ونتمنى لهم السلامة للجميع إن شاء الله. تقول لا هي العصيدة كيديروها بزيت العود، والعصيدة بهذا رأس السنة ديال الأمازيغية. وبالنسبة للناس العرب كيديروها بالرفيسة، بزاف الحوايج اللي كيديروا فيها، ولكن بالنسبة للأمازيغية كيديروها بتقولها هي العصيدة بزيت العود والعسل. وأسبقى سنباركي، سنة سعيدة للجميع. السلام عليكم. بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة نبارك لإخواننا الأمازيغ بحلول هذه السنة الجديدة، ونتمنى لهم كل الرقي والازدهار. وسقا سنباركي. كنعتز بالوطنيه ديالنا، والحمد لله التعدد اللهجات اللي في المملكه المغربيه من طنجه الى القويره، كنعتز بجميع اللهجات ونحترم جميع اللهجات ونحترم جميع الاصول وجميع القبائل. وبمناسبه حلول السنه الامازيغيه 1967 كنبارك جميع الامازيغ، اخواننا الامازيغ المغاربه، نبارك لهم جميعا بهذه السنه الجديده، ونقول لهم السقاس امينو السقاس امباركي. الكل نتسلم في امازيغ النغلان، سواء امازيغ السوسيت ولا تمازيغت ولا تيريفيتا، في كل فلاس نتسلم رسن تيني أسقس أمينو أسقس أمباركي. بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 1967
كنقدم التهاني لجميع الامازيغ سوس والاطلس، المهم جميع الامازيغ ديال المغرب، وغاد نتمنى لهم سنه طيبه تدخل عليهم بالخير والبركه ان شاء الله. اسبكاس امينو امباركي.